كسبوا ما شاء الله في الحمد لله مع كابتن ربيع ياسين حاجه كويسه الحمد لله على السلامه. نعم. يعني هم فرقه نعم. كويسه جدا يا كابتن على فكره واللي كان حاصل مع كابتن ياسر ده كان باد لك كبير جدا. نعم. يعني انت لو اتفرج على ماتشاتهم بيخسروا 2-1 في اخر 3 دقائق مع بورتو عملوها. نعم. مع النصر عملوها فيعني مع النجوم مع النجوم كانوا كسبانين برضو وخسروا 2-1 في الاخر فيعني ساعات الكره بتلوش زي ما بيقولوا يعني. نعم. فاعتقد ان زي بقول لحضرتك ان انا ابتديت انور في بتروجيت يمكن في الداخليه خدت النور كان اعلى بكتير خدت شويه كويسين في الداخليه الحمد لله. فبعد كده ختمت الترسانه لا ختمت في الترسانه يعني اخر سنه ليا في الترسانه. كان بطل كام سنه وانت سنه كام سنه 40 41 بالظبط يعني كنت داخل على 41. لا والله كان ممكن تكمل يا احمد كنت ممكن اكمل وكابتن وكنت موجود في الجهاز الفني كان معايا كابتن يعني كان معايا كابتن علاء نوح ومشي كابتن علاء وجي كابتن كشري كنا في معسكرين في المعادي. حصل ان ايه موقف غريب كده جالي تليفون والله قبلها بيومين من كابتن من سيد عبد الحفيظ طبعا سيد حبيب سيد ماشي فبيقول لي يا ابني انت مش هتبطل يا ابني مش هتلحق تشتغل يا ابني انت 41 سنه مش هتلحق تشتغل مدرب لان لسه قدامك خطوات كتير. كنت موجود مع الفرقه كنت موجود لعيب كنت مع في المعسكر انا بحسب كنت لا كنت في المعسكر في المعسكر في المعادي والله العظيم يا كابتن زي ما بقول لحضرتك قعدت افكر اليومين دول قلت طب صحيح وانا ابتدي اشتغل مدرب كلمة رنت جامد لان كمان مهما كان اللعب في الترسانه شرف الفانيلا الزرقاء ولكن ماديا مش زي ما تلعب طبعًا دوري ممتاز باي حال من الاحوال طبعا طبعا فانت لما تيجي تحسبها على المدى البعيد الترسانه تاريخ عظيم طبعا. لا كابتن انا لعبت سنه بقى وشفت الدنيا عامله ازاي هناك النادي ينور النادي يا كابتن حاجه جميله جميله بس بصراحه في ناس مقصرين في حقه انما انا اعتقد السنتين ثلاثه اللي فاتوا مع نائب طارق السعيد الدنيا اتغيرت تماما في النادي بالامانه يعني. نرجع للنقطه دي فالكلمه بتاعت سيد رنت رحت متصل بيه بعديها بثاني يوم قلت له طب ايه رايك كذا كذا قال لي كابتن اتكلم كابتن اكرامي وكلم كابتن فتحي فعلا كلمتهم قالوا لي تعالى بكره الصبح الاختبارات لا تعالى الاختبارات الصبح اشتغل على طول والله العظيم رحت واخد الشنطه قلت كابتن كشري معلش سلام عليكم سلام عليكم يا كابتن كشري وكشري يفتكر الموضوع ده وقعد يضحك ويقول لي يا ابني اقعد انت معايا ومش عارف قلت له لا كده حلو قوي الحمد لله.